من جهتهم اعلنت عائله سكران تجديدهم الوفاء والولاء لمقام حضره صاحب الجلاله عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه معربين عن بالغ شجبهم واستنكارهم لمحاولات استهداف المجتمع البحريني واثاره الفرقه بين ابنائه واستنكرت العائله بشده ما بثه الاعلام القطري من افتراءات واكاذيب وتدخلات في شان مملكه البحرين واكدت ان هذه التدخلات السافره والمحاولات المتواصله ل بث سموم النظام القطري في مجتمعنا تزيد الشعب قوة وصلابة